احنا حلينا الكويز ده تمام. اوكي يبقى فيو تمام، تحدي كله تمام. هناخد بقى حاجه جديده برضو الجبرا، هتبقى انت تقري مستر، بقيه الريليشنز كنت عايز دول. أسألك سؤال في الواجب بتاع المرة اللي فاتت. الجبرا. طب وليه كده؟ كان number 12 و 13 و 16 و 14. 12 وكام معلش؟ بيجي كام؟ 12 و 14 و 16 كان الجبرا يعني؟ في البيج اللي حضرتك كنت بعتها له. اللي هي ايوه، كان تبع ايه؟ تبع الريليشن ولا تبع ايه؟ تبع relation of this thing. اللي هي a plus b is a prime number. ثواني قولي لي المسألة بتقول ايه طيب؟ تمام ثواني. يعني قولي لي المسألة بتقول ايه؟ حاضر تمام ثواني. أو ابعتها لي حتى على الجروب. بصي مثلا انا هبعتها الجروب تاني. ابعتها لي وخلاص. بعتها الجروب. ماشي. نمبر كام بقى؟ 12 و 14 و 16. نمبر 14 كان جايب لي ست كده اكس 1 و 2 و 3، وكان جايب لي واي كام؟ 2 و 3 و 7، وبيقول لي a بلس b از برايم نمبر. يعني لما اخد واحد من هنا مع واحد من هنا واعمله بلس تطلع الاجابه برايم. طب نجرب كده، اخد 1 كده واعمله بلس 2، هو اللي قال لي a بلس b برايم. طيب نجرب ناخد مثلا ال 1، هنجربه مع كل النمبرز دول اهو، ادي الريليشن بتاعتي. ال 1 لو خدته مع 2، 1 بلس 2 يديني 3، 3 ده برايم. ما هم مين البرايم؟ ال 2 وال 3 وال 5 وال 7 وال 11 وال 13، يعني كفايه لحد كده، هم كتير طبعا جدا بس دول يعني اشهر ناس. طيب فدلوقتي انت عايز ايه؟ نجرب ال 1، ناخد ال 1 مع 2. طب ليه خدت 1 مع 2؟ لان انا بتحقق الموضوع، لو انا عملت 1 بلس 2 يديني 3، 3 ده برايم. طب نجرب ال 1 مع 3 كده، مش هينفع لان 1 بلس 3 هتديني 4 وال 4 مش برايم. طب نجرب ال 1 مع 7 هيدي 8 مش برايم. طب خش على ال 2، ناخد ال 2 مع 2 هتدي 4 مش برايم. ناخد ال 2 مع 3 هتدي 5، 5 برايم. 2 مع 7 هتدي 9، 9 مش برايم. طب ناخد ال 3، 3 تمشي مع 2 هتدي 5 اللي هي برايم. معلش معايا؟ الو؟ افتح المايك يا منى. ايه تمام فاهماني؟ طيب 3 مع 3 مش تمام هتنفع برضه، هتدي نوت برايم. 3 مع 7 هتدي نوت برايم. فكده جبنا الار، وهرسم الار ديجرام بقى والباقي. طيب نمبر كام؟ 16. كان قايل لك في البتاع دي برضو، في المساله دي كان قايل لك كلمه كده كويسه اللي قلت لك قبل كده، قال لك ان 2a ار مع 3، يعني في نمبر عامل ريليشن مع 3 اهو. نشوف مين كده اللي عامل ريليشن مع 3؟ 2. يعني نفهم من كده ان 2a دي كان المفروض مكانها 2، لان معنى انا قلت لك الاوردر بير ده معناه ايه؟ 2 مع 3 ده معناه 2 ريليشن مع 3. طيب انت بتقول لي 2a ريليشن مع 3، والريليشن بتقول لي ان 2 هي اللي عامله ريليشن مع 3، افهم من كده ان 2a ايكوال 2. 2a ايكوال 2، نودي ال 2 دي بالديفايد يبقى ال a ايكوال 1. فاهماني ولا صعبه؟ الو؟ لا تمام. طيب نمبر كام بعد كده؟ 16. 16 ولا 15؟ ده اخر حاجه. 16 اخر واحده في الصفحه. هو اللي كانوا واقفين معايا 12 و 14 و 16. 16 اخر واحده في الصفحه. طيب هو ولا 15؟ 16. طيب هو مديني الاكس بكام؟ كان في 16 كان مديني الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2 نيجاتيف 1 وايه؟ و1 و2 ماشي. وكان مديني الواي ب1 اوفر 8 و الواي ب1 اوفر 8 1 اوفر 3 مش عارف و1 و3 و8 ماشي. طيب ماشي.
نشوفه عاوز ايه. بيقول لي ايه باور 3 ايكوال بي؟ ايه باور 3 ايكوال بي؟ يعني معناها لما تمسك الاولاني ده تعمله باور 3 يدي لك واحد من هنا. طب نمسكهم واحد واحد، نمسك النيجاتيف 2 نعملها باور 3 هنلاقيها ادت نيجاتيف 8. نيجاتيف 8 مش موجود يعني. طب نجرب ال 1 نيجاتيف 1، لو عملت له باور 3 هيديني نيجاتيف 1، مفيش نيجاتيف 1 هنا. طب نجرب ال 1 نعمل له باور 3، ما هو ايه يعني خد واحد من هنا اللي هنا دول اسمهم ايه؟ اعمل ال 1 باور 3 هيدي لك 1، اي يبقى امشي. يبقى ال 1 ده لو انا عملت له باور 3 هيديني ال 1 ده. طب ال 2 اللي على الدور لو عملت لها باور 3 هتديني ال 8 فعلا. يبقى ناخد ال 2 مع ال 8. يبقى هم دول اللي حققوا الريليشن ان الاولاني اللي هو اتفقنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه بي. ان لو عملت الاولاني اللي هو الايه باور 3 بيدي التاني بس. وطبعا دي هتبقى نوت فانكشن طبعا، لان دول كده مش هيبقوا طلعوا اسمه. معايا منها ولا صعبه؟ تمام. طيب هاجي بقى دلوقتي بص على الدرس اللي بعد كده اللي هو البولينوميال فانكشن، اللي هو مكتوب سيمبوليك مش عارف ايه اوف ذا فانكشن بتاع ده، يعني عنوان طويل قوي كده بس نايمين ان هو بولينوميال سيمبوليك ريبريزنتيشن اوف فانكشن، اللي هو من اخر البولينوميال فانكشن. ايه هي البولينوميال فانكشن؟ من اسمها البولينوميالز، لما الاقي الفانكشن بتاعتي عامله كده مثلا، احنا قلنا بقى الرمز بيرمز، الفانكشن بيرمزوا لها بكلمه اف اوف اكس، بيرمزوا لها السيمبوليك بتاعها بيرمزوا لها باف اوف اكس، دي معناها كلمه فانكشن. قال لي مثلا 2 اكس بلس 3 دي بولينوميال. اف اوف اكس مثلا بيقول لك على دي ايه؟ انا هاخدهم من الاول خالص. بص كده، لو قلت لك اف اوف اكس ايكوال مثلا 3 دي بيسموها بولينوميال فانكشن. طيب الديجري بتاعتها، الديجري بتاعتها زيرو. طب واسمها ايه؟ اسمها كونستانت فانكشن. يبقى اسمها كونستانت والديجري بتاعتها زيرو. ليه كونستانت؟ عشان ما فيهاش اكس، بس مش جايه 3 اكس. طب نفرض جات لي كده مثلا 3 اكس مثلا بلس 5، ابتدى ايه يظهر فيها اكس اهو، يقوم دي يقول عليها بولينوميال فانكشن برضو، بس بيسموها ايه بقى؟ الديجري بتاعتها، لو سالني على الديجري بتاعتها بشوف الباور بتاعت الاكس. هنا قلنا الديجري زيرو ليه؟ لان مفيش اكس اصلا. طب هنا الديجري بتاعتها 1، يبقى دي فيرست ديجري او ديجري 1، يتقال عليها فيرست ديجري. ولما يجوا يسموها ايه؟ يا يسموها لينير يا يسموها فيرست ديجري فانكشن. فيرست ديجري فانكشن. طيب بعد كده في فانكشن اللي هي فيها باور 2 زي كده اكس باور 2 معناها 3 اكس بلس 5 مثلا، دي الديجري بتاعتها 2 سكند ديجري، الديجري بتاعتها سكند. ليه؟ نشوف اعلى باور عندها، اعلى باور عندها 2 يبقى الديجري بتاعتها سكند، وهكذا. لو لقيت اعلى ديجري 3 نخليها ثيرد ديجري، وهكذا. ساعات بيجي يقوم عامل لي الفانكشن عامله كده اكس ماينس 2 مثلا تايمز اكس بلس 3 اول تو ذا باور 2 مثلا. هنا الاكس دي باور 1، هنا الاكس دي برضو باور 1، بس في باور جوه باور بره بعملهم تايمز بعض، 1 تايمز 2 يديني 2. طالما التو براكتس دول معمولين تايمز بعض يقوموا يجيبوا الديجري ازاي؟ بيجمعوا الديجري دي مع دي، يعني 1 بلس 2 3، يقوم يقول لك الفانكشن ايه؟ من الثيرد ديجري. منين؟ من الثيرد ديجري. طيب كل دول بيسموه بولينوميال فانكشن. امتى تبقى مش بولينوميال بقى؟ لو ظهر فيها بقى الحاجات اللي زي كده روت اكس بلس 2 اكس مثلا، طالما ظهر فيها الروت ده كده يبقى دي نوت بولينوميال. ظهر فيها مثلا برضو كيوبيك روت نوت بولينوميال. طب ظهر فيها مثلا حاجه اوفر اكس، يعني 2 اوفر اكس بلس مثلا 5 اكس دي برضو نوت بولينوميال. ظهر فيها اكس باور مثلا نيجاتيف، يعني مثلا 3 اكس باور نيجاتيف 2 برضه نوت بولينوميال. يبقى لو ظهر فيها باور نيجاتيف او روت او حاجه اوفر اكس دي يسموها نوت بولينوميال فانكشن. معايا منها ولا مش معايا؟ طيب تمام، عشان ده كله هيجي عليه اسئله في الكمبيوتر. طيب يبتدي بقى يقول لي ايه؟
يوم جايب لي سؤال يقول لي مثلا من ضمن الأسئلة الهامة يعني if f of x equal مثلا 3x minus 5 و g of x equal مثلا g of x دي function تانية بس اسمها g يقول لي equal مثلا 2x plus 3 يقوم قايل لي ايه؟ find f of 1 plus g of negative 2 ايه معنى f of 1 دي؟ f of 1 يعني اجعل الفانكشن بتاعت الاكس دي بتاعت الاف دي واشيل كل اكس واحط 1 تاني يعني f of 1 دي معناها ايه؟ لما هو يديني الفانكشن دي لما يقول لي f of 1 يعني معناها اهو الفانكشن بتاعت اسمها f of x 3x minus 5 نجيبها حتى حتى لو قال لي f of 1 يعني شيل الاكس وحط 1 طلع الانسر تطلع الانسر كام؟ نيجاتيف 2 معلش معايا قال لي f of 3 شيل الاكس وحط 3 وهكذا تاني فانكشن يعني اللي بين القوسين اللي بعد الاف ده بيبقى يعني بيتبدل بالاكس بنعوض بيه بدل الاكس ما هو بصي الاكس بدل ده تمام فمعناه بيقول لي عوض عن الاكس بالرقم ده يعني مثلا هنا g of x equal 2x plus 3 لو قال لي g of negative 2 شيل الاكس وحط نيجاتيف بس عشان قال لي g فاشتغلنا على دي قال لي f اشتغلنا على دي يبقى 2 تايمز نيجاتيف 2 بلس 3 طب حاسب كل دي على الكالكوليتر تطلع الانسر نيجاتيف 1 طب هو بيقول لي هات لي f of 1 بلس g of نيجاتيف 2 f of 1 اجابتها ايه؟ طب اقول له اللي انت طالبه بقى f of 1 بلس g of نيجاتيف 2 f of 1 انا مطلع اجابتها نيجاتيف 2 طب و f of نيجاتيف 2 انا مطلع g of نيجاتيف 2 انا مطلع اجابتها نيجاتيف 1 انا اعملهم بلس بعض بس يعني اعمل نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 1 يعني الانسر بتاعت دي كنت انا مطلعها نيجاتيف 2 مستر معلش تتقطع ممكن تعيد تاني؟ نعم ايوه منو بتقول ايه؟ تتقطع ممكن تعيد من الجزء بتاع جي اكس تاني؟ هقولها تاني هو مديني دي الفانكشن الاولى مديني دي الفانكشن الثانيه بيقول لي هات لي اف اوف 1 بلس جي اوف نيجاتيف 2 اف اوف 1 معناها شيل الاكس وحط 1 بس فين؟ هنشتغل على الاف الفانكشن الاولى نشيل الاكس بتاعتها ونحط 1 3 تايمز 1 ماينس 5 ونحسبها على الكالكوليتر هتطلع الانسر نيجاتيف 2 جي اوف نيجاتيف 2 ايه معنى جي اوف نيجاتيف 2؟ هنشتغل على الفانكشن نشيل كل اكس ونحط نيجاتيف 2 2 تايمز نيجاتيف 2 بلس 3 طلعت الاجابه نيجاتيف 1 هو عايز بقى يجمعهم الاثنين ويقول لي اعملهم بلس بعض يعني معناها الانسر اللي طلعتها بتاعت اف اوف 1 اعملها لي بلس الانسر اللي طلعتها بتاعت جي اوف نيجاتيف 2 هنعملهم الاثنين بلس بعض وتطلع الاجابه نيجاتيف 3 تمام هو ممكن يقول لي فايند ممكن يقول لي ذن دي كده ايكوال نقط اما انا اقول له طلعت نيجاتيف 3 معايا ولا مش معايا؟ تمام بيقابلنا فكره تانية برضو من ضمن الافكار اللي قابلنا في الدرس ده انت بقى طبعا هتحل عليه لو وصلت لك حاجه هنبقى ايه نقولها المره الجايه بيقابلنا فكره تانية اساسيه برضو يجي يقول لي ايه فكره غريبه شويه يقول لي if f of x equal مثلا 3 then f of negative 3 plus او minus f of 3 equal 1 طب ثانية واحدة انا الفانكشن بتاعتي اسمها ايه؟ f of x equal 3 هو بيقول لي هات لي f of negative 3 طب انا قلت لك لو قال لي f of negative 3 شيل الاكس وحط نيجاتيف 3 هو في اصلا اكس مفيش اصلا اكس اساسا عشان كده دي بيسموها كونستنت فانكشن يعني لو قال لي اف اوف نيجاتيف 3 اقول له الاجابه 3 طب واللي بعديها بيقول لي هات لي اف اوف 3 اف اوف 3 يعني شيل الاكس وحط 3 مفيش اصلا اكس يبقى الاجابه برضه 3 يعني انا قلت لك اف اوف مليون هتقولي لي 3 عشان كده سموها كونستنت ما فيهاش اكس عوض فيها انت معلش معايا
الو، يعني اي نمبر اذا كان اي اي نمبر مثلا يعني هتحطيه اي هنا؟ نمبر اصل المفروض يبقى النمبر اللي هحطه هنا، نيجاتيف يبقى 3. المفروض النمبر اللي هحطه هنا اعوض عن الاكس اللي هنا مكانه، هو اصلا ما فيش اكس اساسا انا هقعد فيها. معلش معايا، ما هي لو 3 اكس مثلا، هي لو 3 اكس مثلا كنت شلت الاكس تمام. وحطيت نيجاتيف 3، كنت شلت الاكس وحطيت 3، كنت شلت الاكس وحطيت مليون. معلش معايا، الو الو يا أيوة منة، مس يعني لو في هنا معاك يا مس. اكس كنت شلت الاكس وحطيت بدل الرقم اللي هنا، بس اصلا ما فيش اكس اساسا، هي جايه كده ما فيهاش اكس اساسا، فخلاص فالاجابه هتفضل تطلع 3 طول الوقت. يعني هو حتى لو قال لي اف اوف 5 هتطلع 3. معلش معايا، يبقى دي اجابتها طلعت 3 ودي اجابتها طلعت 3. طب ما 3 ماينس 3 0، طيب 3 ماينس 3 0، يبقى الفاينل انسر هتطلع ايه؟ هتطلع 0. طيب ده بالنسبه لي فكره من الافكار. طيب في فكره كمان عشان انت بتحلها قبلك الحاجات دي، فكره كمان يقول لي ايه؟ ممكن بقى يجيبها لي على هيئه بروف، يقول لي ايه؟ if f of x equal 3 prove that f of negative 3 minus f of 3 equal 0. طب ما بروف برضه انا هحلها وتطلع الاجابه 0. يعني انا بدل ما اقول لك كومبليت اقول لك بروف. طب ما هي انا لما اقول لك حلي لي دي وانت هتطلعي زيرو، هي لما اقول لك اثبتي انها ايكوال زيرو، صح ولا لا؟ كده كده هتحليها وتطلعي زيرو، صح ولا لا؟ معايا؟ طيب في برضه صيغه تانيه بتيجي في الاسئله في الموضوع ده، بس دي يمكن قويه شويه بس هي سهله على فكره. ان يقول لي ايه؟ if f of x equal 4x minus 6. بص بقى ويديني معلومه كده، يقول لي ايه؟ و half f of a equal 7. half f of a equal 7. then a equal مقعد. then a equal مقعد. بص بقى يا ستي، المساله دي انا بمشيها ستيب باي ستيب. ستيب باي ستيب ازاي؟ هو بيقول لي ايه؟ هاف اف او في، انا هركز على اف او في، انا هنقل الفانكشن دي قدامي الاول. مش انا قلت لك لما اقول لك مثلا اف او 3 بتشيل الاكس وتحط 3، صح ولا لا؟ طب لما اقول لك اف او في ايه؟ شيل الاكس وحط ايه؟ لو قلت لك اف او عاطف شيل الاكس وحط عاطف، اف دي معناها اعمل لي سبستيتيوشن. معلش معايا، الو. مايك طب انا لو حبيت افك ليها افكها ازاي دي؟ طيب 4 تايمز ايه ايكوال 4 ايه ماينس 6، ما ينفعش اعمل ال 4 ماينس 6، ليه؟ لان دي عندها ايه ودي ما عندهاش ايه، فهتوقف المساله على كده. طب كده انا جبت له اف وبي ايه، يقول لي بعد ما تجيب الاف وبي ايه دي، شايف الهاف اللي قبلها؟ يعني بيقول لي بقى اعملها تايمز هاف، الهاف اللي قبلها دي يعني بعد ما تجيبها يبقى اعملها تايمز هاف. اعمل الانسر اللي انت طلعتها تايمز هاف، يعني اعمل هاف كده اهو تايمز الانسر اللي انت لسه مطلعها. فاهم حاجه يا منى؟ لا منى الو، لا ممكن تاني. انا الاول ايوه مستر ممكن. بدات الاول جبت اف وفي ايه وحسبتها ايه طلعت كده، هو حاطط لي قبلها هاف، طب ليه يعني ما معناها جبتش بيقول لي اف الانسر اكس اللي تطلع دي ايه؟ بتاعت الاف اوف ايه يبقى اعملها تايمز هاف وبعدين خليها ايكوال 7. في مشكله كده؟ مش مجمعة المسألة، نعم؟ مش مجمعة المسألة. تاني انا بدات جبت اف اوف ايه، اف اوف ايه حسبتها بكام؟ 4 ايه ماينس 6، حسبتها ازاي؟ شلت كل اكس وحطيت ايه؟ فطلعت كده. بيقول لي بقى اف اوف ايه اللي انت جبتها دي، اه بص بص الحته اللي هو مديها لي دي كده، اكتبها لك كده هاف، مش هو قال كده هاف تايمز اف اوف ايه؟ مش هو مديني المعلومه دي ولا مش مديها لي؟ صح؟ أو مش هو مديني المعلومه دي.